سلام الله عليكم مشاهدينا، الثامن من رمضان وها هو الثلث الأول من رمضان بشارف على الانتهاء، لكن نتمنى يا رب أنه همتنا وهمة الطاعات وهمة العبادات لم تشارف على الانتهاء، وبالعكس يعني يمكن في كثير من الناس بعد الثلث الأول بيبدأ جسمهم بيعتاد أكثر على الصيام والتعب في رمضان، فبالتالي يعني همتهم بتزيد. ويعني مساء الخير يا بنات صفاء وياسمين. يسعد مساك إسراء، مساء الخير ياسمين، ومساء الخير لكل مشاهدينا وين ما كانوا عم بشاهدونا عبر قناة دار الإيمان. وفي الثامن من رمضان يعني فعلا رمضان سريع، يعني يأتي سريعا، يأتي على عجل ويذهب على عجل، فالذكي والفطن من استثمر هذا الشهر الكريم بطاعة الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن نكون من هدول الأشخاص. وكما عودناكم مشاهدينا اليوم رح نستعرض فقراتنا، عندنا مواضيع شيقة جدا، أنا متحمسة جدا لفقرة الدردشة. أنا كمان. دردشتنا اليوم مشاهدينا عن ذكريات رمضان في القديم، يعني حابين يشاركوا معنا أشخاص كبار في السن عاشروا رمضان قديما، كيف كانت العادات، كيف كانت التقاليد، كيف كانت الطقوس المحيطة بهذا الشهر الكريم، هل تغير الناس أم تغيرت البيئة أم ماذا حصل؟ يعني خلينا هيك نتشارك بعض هذه الأمور وبعض أيضا العادات والتقاليد المختلفة من بلد لبلد في استقبال هذا الشهر وفي عيش هذا الشهر الكريم. أكيد استنونا وشاركونا بمشاركتكم على فيسبوك، صفحتنا على فيسبوك وتويتر، عشان كلنا نرجع الذكريات الجميلة بتاعتنا. هنستنى مشاركتكم في فقرة الدردشة، اوعوا تمشوا. طيب خلينا نبتدي زي العادة يا صفاء بالحكم العطائية. حكمة النهاردة بتقول لا يكن تأخر أمد العطاء مع الإلحاح في الدعاء موجبا ليأسك، فهو الذي ضمن لك الإجابة فيما يختار لك لا فيما تختار لنفسك، وفي الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد. خلينا نطلع نسمع الحكمة مرة تانية ونرجع لكم على طول. لا يكن تأخر أمد العطاء مع الإلحاح في الدعاء موجبا ليأسك، فهو الذي ضمن لك الإجابة فيما يختار لك لا فيما تختار لنفسك، وفي الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد. وعودة لكم مشاهدينا، وفعلا حكمة مهمة جدا وحكمة تمس طريقة تفكيرنا بشكل جدا يعني واقعي وجدا قريب منا. ليه؟ لأنه عادة الإنسان دائما عجول، وعادة الإنسان الإلحاح، وعادة الإنسان دائما أنه يستعجل يعني قدوم الخير إله. فكتير من الناس دائما بتسأل السؤال الاعتيادي والبديهي أنه طيب أنا بدعي ربنا وأنا بطلب من ربنا وأنا بعمل وبشتغل، ليه ما عم بصير الشيء اللي بدي إياه؟ شو رأيكم بالموضوع؟ صحيح، يعني موضوع اليوم موضوع يمكن بمس الكل، كل شخص عنده حاجات، كل شخص عنده هموم، كل شخص عنده أمنيات وأهداف وأحلام، لكن موضوعنا هي يعني خليني أحكي المفتاح السحري، أنا بعتبره المفتاح اللي لكل مسلم رب العالمين أهدانا إياه وهو الدعاء. يعني هذا الباب بالذات أنا بحكي الحمد لله فعلا على نعمة الدعاء، لأن الدعاء زي كيف شخص ما معه مفتاح شغلة أو الباب عنده مسكر ولقى المفتاح أو فانوس السحري. صحيح، يعني فعلا شيء رائع الحمد لله رب العالمين. وهو كمان الدعاء يا صفاء ويا إسراء، انه يعني احنا كتير بندعي باشياء وكتير بنظن انها لا تجاب، يبقى ربنا مش سمعنا، انا متضايقه، طب انا عملت ايه عشان صوتي ما يوصلش لربنا سبحانه وتعالى، ليه مش سمعني؟ هو سامع، لكن هو بيختار لك الخير، بيختار لك الاحسن، بيختار لك الوقت. يعني قد تكون انه ده من نصيبك فعلا انه تتزوج مثلا البنت الفلانيه او ترزق الرزق الفلاني او العمل الفلاني او كذا، لكن التوقيت نفسه كمان مهم يا اسراء. صحيح. لانه النعمه اذا جت في غير توقيتها ممكن تبقى فتنه، ممكن تبقى نقمة، ممكن تتغير حياتك تغير تام بسبب اختلاف التوقيت. فربنا سبحانه وتعالى مدبر، يدبر الأمر، هو بيدبر لك أمرك، بيدبر لك التوقيت اللي يرزقك فيه النعم، سبحان الله العظيم. يعني صحيح. من أكثر، وفي كمان نقطة إضافية على الكلام المهم اللي يعني حكيتيه تسنيم، إنه لابد إنه نفهم، عفوا ياسمين، لابد إنه نفهم حال الدعاء. أنا استذكرت على فكرة صديقتي ياسمين تسنيم، بما أني استذكرتها يعني بوجه لها تحية. حال الدعاء يعني هو أربع حالات للدعاء، إما إنه يستجاب فعلا بالدنيا ويستجاب إما بشكل سريع أو غير سريع، إما أنه يؤجل إلى الآخرة، يمكن في يوم القيامة يعني تقدم وتشوف جبال من الأدعية وهذه كلياتها حسنات عند رب العالمين تراكم، يعني ما صحيح. بتروح عليك، وإما أنه تستجاب بطريقة يعني الله سبحانه وتعالى قد يفهمها، يعني بحيث أنه يرد عنك شر، ممكن يقدم لك خير آخر أنت ما كنت مدركه. أنا مرة صارت معي قصة يعني صغيرة أيام الجامعة بهذا المجال. يعني القصة كانت أنه أنا كنت حابة أني أعمل مفاجأة لأهلي بأني أروح وأقدم على كلمة التخرج، كلمة الخريجين.
فلما انا رحت مش حابه طبعا اني احكي لوالدتي انه انا يعني على اساس انه اعمل لهم اياها مفاجاه انه انا اليوم كان يوم مخصص ما كان عندنا دوام جامعه دوام الجامعه منتهي فكان يوم مخصص لتقديم للتقدم لكلمه الخريجين وانا مو حابه اني يعني احكي لماما ماما لقطتني يومها بتحكي لي انت في شيء يعني في شيء انت مخبيته بقول لها لا والله ما في شيء انا مخبيته بتحكي بلا انت في شيء انت مخبيته وانا احاول اني يعني امشي الموضوع على ماما ماما خلص انا صرت تحكي طب عيدي وراي دعاء ابو الدرداء شو اللي خلى ماما انه تعيد وراء تخليني يعني تلقني دعاء ابو الدرداء ما بعرف فانا يعني صارت تحكي وانا اعيد وراها وانا مبتسم انا كاتمه يعني كاتمه البسمه انه انا رايحه لشيء خير مو رايحه لشيء شر يعني بس خلص ماما انه يعني دعت هذا الدعاء فقلت يلا زياده الخير خيرين ممكن اني اروح انا اروح فعلا بنفسيه يعني جدا مرتاحه لتقديم كلمه الخريجين المهم سبحان الله انا رحت ولما شفنا الناس هلأ يومها تم بالفعل اختيار الشخص من المتقدمين وما كان أنا فأنا كنت طالعة زعلانة قلت معناته هذا الدعاء راح طلعنا من الجامعة وأنا وصديقتي طالعين بالسيارة نعمل حادث السيارة كلياتها راحت فعليا الواجهة الأمامية كلياتها راحت إحنا طلعنا سليمات إحنا التنتين يعني الحمد لله رب العالمين فأنا قلت سبحان الله يعني هذا الدعاء يرد قضاء معين بالضبط يعني إنه أنا ما أخذت الخير اللي أنا كنت متوقع إنه خير إلي لكن جاءني خير آخر شر فأحيانا ممكن يعني إحنا نحاول قدر الإمكان نوسع طريقة تفكيرنا ممكن نلاقي إنه الخير مختلف عن طريقة يعني ذكرتوني بمقولة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول أنا لا أحكي الهم الإجابة لكني أحكي الهم الدعاء يعني أيضا الدعاء هو رزق من الله عز وجل ليس كل شخص يتمكن من الدعاء في الأوقات المناسبة وفي الطريقة المناسبة ويقبل على الله عز وجل بالمناجاة والدعاء فعلا لأنه فتح من رب العالمين مو دائما الشخص أيضا اللي بيدعي مو دائما بيجي هذا يعني خلينا نحكي المود أو أنه والله فعلا يدعي بقلب مستحضر فعندما يأتي هذا القلب المستحضر للدعاء يجب الواحد أنه يستثمر فعلا هذا فتح من الله عز وجل على سيرة القلب حضور القلب كان عندنا جارتنا عندها ابن أو حابب الابن ده يخطب واحدة بنت جارتنا تانية فوسطه والدتي تمام فهو ماما قالت له ادعي انه ادعي وادعي ربنا انه يجعلها من نصيبك وانه يعني لح في الدعاء انه ربنا ييسر لك الامر او انه ربنا يصرفها عنك الولد فعلا بقى يقوم الليل وهو ما كانش يعني كان ملتزم بالعبادات الاساسيه كان بدا يقوم الليل ويصوم عشان دعوه الافطار يعني يدخرها للموضوع ده في الاخر البنت ما بقتش من نصيبه لكن هو كسب حاجه واحده بس كسب انه لذه الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى هو تعلمها بس من الموقف ده انه من الدعاء من كتر ما هو بيدعي حس بقرب من الله سبحانه وتعالى البنت راحت حكته انصرفت لكن في الاخر هو تعلم لذه القلب من ربنا سبحانه وتعالى ولحد النهارده هو ما شاء الله شعر بالرضا حتى لما ذهبت يعني ما ظل ناقم مثلا وهو كسب ايه يعني كسب قرب ربنا سبحانه وتعالى ولذه القرب لذه ما بعدها لذه يعني فسبحان الله انه جعل ربنا سبحانه وتعالى يديله السبب ده عشان يقربه وفي الاخر يصرفه عنها سبحان يعني ايضا يمكن من القصص اللي مشهوره وموجوده في مجتمعاتنا وانا احدى صديقاتي كانت يعني في هذه التجربه كانت تتمنى الولد يعني وسبحان الله يمكن قعدت فوق ال 15 سنه بعد الزواج وهي يعني بتتمنى رب العالمين يرزقها في بمولود وتدعي يعني لم تيأس من الدعاء يعني الاطباء يأسوها اللي حواليها يأسوها العمر الى اخره لكن سبحان الله بعد فعلا يعني زمن طويل رب العالمين رزقها بطفل ويعني كانت مستشعره انه هذا الطفل هو من مناجاتها لله عز وجل ومن دعائها لله اذا اهم شيء صفاء يعني لابد انه نتعلم انه لا يصيبنا اليأس يعني اليأس اعتقد هو مقتل الدعاء اهم شيء انه نضلنا نلح على رب العالمين حتى لو ما اخذنا حاجتنا نضلنا نلح نضلنا مقتربين من رب العالمين ما يصيبنا اليأس بحيث انه خلص احنا نوقف دعاء لا خليكم مستمرين بدعاء الله سبحانه وتعالى ممكن تكسبوا خير انتم ما كنتم منتبهين له المهم انه دائما العلاقه والصله بينك وبين رب العالمين تضلها موجوده لو على الاقل بشعره الدعاء ويمكن ما ننسى في اخر هذه الدردشه ما ننسى موضوع انه بعد استجابه الدعاء وانك انت اخذت طلبك ما تنسى انه هذا بفضل الله عز وجل بفضل انت كنت تدعي يعني انت كنت تطلب من الله لانه يقال انه هنا الشيطان ياتي للشخص يعني ياتي عند اجابه الدعاء ويصيح له هذا بشطارتك انت نجحت انك انت عم تدرس انت اخذت بالاسباب دائماً انت وانت وانت ربي اني لما انزلت الي من خير فقير طبعا يعني اكيد كلكم عندكم قصص في نفس السياق واكيد كلكم دلوقتي اتفتح في اذهانكم وذاكركم استعادت ذاكرتكم القصص اللي مريتوا بيها في حياتكم في هذا السياق في سياق حكمة النهاردة يعني إن شاء الله كمان تكون تثبيت
أكتر للمواقف اللي جاية لأنه الحياة لا تخلو. خلينا دلوقتي نطلع نشوف حصل إيه زي النهاردة في ذاكرة يوم ونرجع لكم مرة تانية، خليكم معنا. في عام 1325 انطلق أول الرحلات حول العالم من قبل الرحالة ابن بطوطة في مسقط رأسه مدينة طنجة، حيث كان ابن بطوطة متجها نحو مكة المكرمة لأداء فريضة الحج. في عام 1878 انعقاد مؤتمر برلين بمشاركة من فرنسا، إنجلترا، روسيا وألمانيا، يرأسه المستشار الألماني أوتو فون بسمارك. في عام 1933 صدق أدولف هتلر على إنشاء الجيساتبو، وهو جهاز أمن الدولة السري الألماني، بينما تم تصنيف هذا الجهاز باعتباره أسوأ أجهزة الأمن في العالم خلال القرن العشرين. وفي عام 1948 استشهاد عبد الرحيم محمود الشاعر الفلسطيني في معركة شجرة ضد اليهود. في عام 1982 تولى الأمير فهد بن عبد العزيز للحكم في المملكة العربية السعودية بعد وفاة الملك خالد بن عبد العزيز. 2007 اغتيال وليد عيدو بتفجير سيارته وهو النائب في مجلس النواب اللبناني. 1951 طلائع القوات الدولية تصل إلى عاصمة كوريا الشمالية بيونيانغ بعد اشتعال الحرب الكورية. 1944 وفي مثل هذا اليوم ولد بان كيمون أمين عام الأمم المتحدة. 1912 الكابتن ألبرت بيري يقوم بأول عملية ناجحة للقفز بالمظلة من الطائرة في الولايات المتحدة. وبما أنه اليوم يعني ذكرى ولادة بان كيمون، لابد أنه لا نعرب عن قلقنا، يعني هذا أهم شيء. يعني ما تقلقوا يا جماعة، حتى لو كان ذكرى ولادة بان كيمون وهو أكثر شخص يعني أعرب عن قلقه خلال السنة، فأنتوا ما تقلقوا، أهم شيء. يعني هاي بس حبينا هيك من باب التنهيف. هلأ نرجع لنذكر بسؤال مسابقة مبارح، وطبعا وصلت لنا الحمد لله العديد من الإجابات على صفحة قناة دار الإيمان، وكلياتهم رح يفوتوا معنا بسحب نهاية الأسبوع. سؤال مبارح كان: أعقل الناس أعذرهم للناس؟ لذلك ربطناه بموضوع الصبر، لأنه مسألة أنك تعطي الناس بصراحة العذر يحتاج إلى صبر وحلم كبير جدا، يعني وقدرة رائعة جدا على الاحتمال. صحيح. أما سؤال اليوم فهو: ما هو الشيء، طبعا شيء مر بعمليات تحول، كان أصله نبات ثم صار جمادا ثم صار حيوان، ما هو الشيء الذي أصله نبات ثم صار جمادا ثم صار حيوان؟ ننتظر إجاباتكم على صفحة قناة دار الإيمان على الفيسبوك وعلى تويتر قناة دار الإيمان الفضائية. طبعا هذا السؤال يعني مثل دائما ينتهي وقت الإجابة إلى غد ما قبل الحلقة. إذن وننتقل سوية مثل ما عودنا مشاهدينا، يعني نشاهد أجواء رمضان ونعيش أجواء رمضان في الدول العربية. كل دولة يميزها شيء معين، كل دولة لها طقوسها المعينة في هذا الشهر الكريم. سنذهب اليوم إلى غزة، وأنا شخصيا أحب غزة وأهل غزة، سنشاهد ما هي أجواء رمضان التي تميز غزة الحبيبة. هنا غزة، ورغم ظروف حصارها إلا أن أسواقها ترسم ملامح الشهر الفضيل في كل ركن وزقاق، بضائع مختلف ألوانها وأخرى تحضر فقط الآن. في رمضان يجتمع الضد ليصنع لغزة ما يميزها، حلويات رمضان وأبرزها القطايف، يجاوره باعة المخللات، ضدان يتربعان على سفرة الصائمين هنا. مفهوم القطايف شهر رمضان يعني هو كل سنة بداية شهر رمضان لنهاية شهر رمضان، لأنه القطايف طبعا موسمي معروف، موسم شهر رمضان كل الناس تشتري قطايف شهر رمضان، لأنه نوع من أنواع الحلويات. يعتبر الوضع الاقتصادي في البلد سيء جدا، يعني السنة هاي أسوأ من السنة السابقة والسنين السابقة، لأنه الوضع البلد يعني معروف، يعني عندك موظفين تعبانين، عامل واقف. حالة العرض للمواد والبضائع مغيرة لحالة الشراء، فظروف المدينة وأحوال أهلها تجعل من العرض أكثر بكثير من الطلب، ومع هذا فالكل يتمنى أن يتحسن الحال وأن يحمل شهر الخير الخير للناس. الناس زي ما انتم شايفين في سوق الساحة هان في غزة في حركة، بس للأسف مش الكل بيشتري، طبعا الوضع الاقتصادي يعني مش هالوضع الكبير اللي الناس كثير متفائلين فيه،
عارف شو بدي احكي يعني، ان شاء الله ربنا يحسن الحال احسن منه. ما فيش حركه شغل والوضع سيء، وانت شايف الناس يعني حركه بالنسبه للعمال هان وضعهم سيء. وبينما تعكس الاسواق صوره رمضان في غزه، ثمه صوره مغايره تماما يعيشها اصحاب البيوت المدمره خلال الحرب الاخيره، فمعالم الشهر غيرتها اثار الحرب ومخلفاتها. هنا الشجاعية شرق مدينة غزة، أكثر مناطق غزة تأثراً بالحرب، يعيش أهلها ظروفاً استثنائية بعد أن تدمرت بيوتهم وغيبت الحرب ذكرياتهم وأحبائهم. حي الشجاعية اللي تدمر أثناء حرب آخر حرب في حي هذا، الذي ضحى كثير بالشهداء، كثير بعالم استشهدت، وحل فيش حدا يطلع فينا، ونحن بنطلب من العالم كله انه يطلع هاي الشجاعيه. في ناس تدمرت بيوتهم، في اسر تشتتت، اسر تشردت، اسر كانت كان البيت يضمهم كلهم، وهلقيت كل واحد في شقه. يعني انا مثلا اولادي كل واحد عايش في منطقه. هكذا إذن ما بين صورة غزة التي تحاول رسم معالم الشهر الفضيل وغزة المدمرة، تبقى الأمل معلقة على رفع الحصار، على هذا الواقع يتغير لما هو أفضل. دعاء الباز لدار الإيمان غزة فلسطين. غزة وأهل غزة بالرغم من كل يعني الظروف المحيطة بهم، إلا أنهم دايماً بيحبوا يحتفلوا برمضان. على فكرة أنا بتابع التقارير بتاعتهم كل رمضان وكل مناسبة، عيد أضحى، عيد فطر، لازم أتابع أهل غزة بيعملوا إيه. فرحتهم مختلفة صراحة فعلاً. وفرحتهم فرحة من القلب، يعني هما لما بيفرحوا أنا بفرح، ممكن ما كنتش فرحانة يعني في أي مكان أنا قاعدة فيه، لكن طالما هما فرحوا أنا شخصياً بفرح. ربنا يسعدكم ويفرج عنكم يا رب إن شاء الله. بعد الفاصل إن شاء الله، هنطلع دلوقتي فاصل، بعد الفاصل عندنا ضفنا عضو مجلس الأمناء في المجلس الإسلامي السوري، هنتكلم عن وضع السوريين في المخيمات اللاجئين سواء في داخل السوري أو على الحدود. ابقوا معنا. ومشاهدينا في خضم فرحتنا بشهر رمضان الكريم يعني، وفي وقت العزائم وقت اجتماع العائلات، لابد دائما أنه نستذكر إخواننا المهجرين واللاجئين الموجودين على هذه الأرض، إخواننا المسلمين اللي بيعانوا أينما كان. لذلك حبينا في برنامج رمضانكم أنه نسلط الضوء ونركز على وضع اللاجئين والمهجرين السوريين تحديدا، سواء في الداخل أو الخارج السوري. ومعنا الحديث حول هذا الموضوع الأستاذ مطيع البطين، عضو مجلس الأمناء في المجلس الإسلامي السوري. واهلا بك استاذ في برنامج رمضانكم. اهلا بكم، حياكم الله. الله يسعد مساك، اهلا وسهلا فيك. حياكم الله. يعني وضع السوريين اللاجئين في الداخل السوري او في الخارج، يعني هو وضع لسه لابد من عمليات جماعيه، من تكاتف ايدي فعليا لهذا الموضوع، وخصوصا في المخيمات. يعني احنا حابين نحكي اكثر عن المخيمات والوضع داخل هذه المخيمات في شهر رمضان المبارك، حدثنا عن هذا. بداية أنا بشكر يعني قناة دار الإيمان على هذه اللفتة الكريمة، والشعور الإنساني بأهلهم في سوريا. الحقيقة يعني الكلام عن اللاجئين الآن، ربما إذا أردنا أن نوصف بشكل أدق، يعني كل سوريا الآن، ماذا تختلف حال حلب عن حال اللاجئين في المخيمات أو إدلب؟ الأمس رأينا كثير كيف من الأماكن عم بتعاني فعلياً، قصف سوق الخضار تماماً. فيعني الآن هنالك حالة أشد من حالة اللجوء أو حالة النزوح. نعم. حالة يعني حالة تدمير. صحيح. لكل معاني الإنسانية. بالأمس كان الأسواق الشعبية وهي بالتأكيد قصف ممنهج. فالآن ينتج عن هذا تشرد وعدم وجود مأوى وعدم وجود طعام. غلاء المعيشة يمكن يصبح أكثر بشكل أيضاً. جنوني يعني الناس يعني ندرة الموارد أتوقع كمان يعني بعد منتعشة في رمضان في السنة السادسة، يعني حتى من كان عنده يعني من كان من أرباب المال وأصحاب الغنى الآن أصبح يسأل الناس. الآن أصبح محتاج.
فبالتأكيد هنالك حالة إنسانية ربما ليس لها مثيل في العالم على الإطلاق. يعني هو ليس فقط في خيمة ينتظر الطعام والشراب، لكن هو فقد بيته، فقد مورده، مضطر إلى العلاج، مضطر إلى الدواء، مضطر إلى أن يجلب الطعام لأهله، وعدم وجود مورد يكفي. فبالتأكيد كل هذه الأشياء تتضافر وتشكل حالة إنسانية يعني شديدة الإلام، شدة الفقر، شدة الحاجة. يعني وضع سوريا مسلط عليه الإعلام المحلي والإعلام الدولي والإعلام العربي، يعني وضع سوريا لا يخفى على أحد يعني. فإحنا كنا عاوزين نعرف من حضرتك المجتمع الدولي يعني دوره إيه إزاء كل اللي بيحصل في سوريا حاليا، خاصة في شهر رمضان، لأنه معروف أنه رمضان يعني محتاجين فطار ومحتاجين سحور، والناس هناك محتاجة تعيش، الناس هناك بتصوم. يعني المجتمع الدولي إزاي بيساعد في الأزمة خاصة في شهر رمضان؟ يعني أنا لا أريد أن أعطي الصورة الحقيقية لأنها مفجعة. لا، بدنا الصورة الحقيقية حتى لو فجعنا الناس شوي، لحتى الكل ينتبه يعني، والجميع يسلط الضوء على هذا الموضوع. المجتمع الدولي حاول فترة طويلة أن يعلق تقصيره على شماعة المعارضة السورية وعلى عدم وجود مظلة جامعة وعلى يعني هكذا تبريرات، لكن ما علاقة هذا الأمر بأنه هناك الآن مئات آلاف الطلاب السوريين خارج المدارس والجامعات؟ صحيح. ما علاقة هذا الأمر بأنه هنالك الآن 12 مليون سوري بين لاجئ ونازح، بعضهم لا يجد الخيام؟ ما علاقة هذه الأشياء بوجود مئات آلاف السوريين لم يستكملوا العلاج؟ يعني في وضع إنساني كارثي لازم نفصله على الوضع السياسي نوعا ما يعني. بالتأكيد هذا يفقد هذا المجتمع الدولي مصداقيته عندما يتكلم عن حقوق الإنسان، عن حقوق الطفل، عن حقوق المرأة، عن الحقوق الأساسية في التعليم والعلاج والطعام والشراب. الآن بالتأكيد كل العالم رأى الهياكل العظمية التي تخرج من مضايا، كل العالم رأى الذين أكلوا لحم القطط والكلاب في جنوب دمشق، كل العالم رأى الأطفال الذين يموتون بسبب نقص التغذية في المعظمية، كل العالم رأى أنه بعد حديث طويل عريض في وسائل الإعلام أدخلوا بعد أن انتهى فصل الشتاء إلى مضايا ألبسة شتوية. طب أستاذ، يعني مع تقاعس المجتمع الدولي إلا أن المبادرات الشعبية ما زالت موجودة على الأرض، حدثنا أكثر عن المبادرات الشعبية داخل سوريا تحديدا اللي طالعة من الناس إلى الناس، يعني رغم كل هذه الأوضاع الصعبة اللي تصيب الكل. يعني حقيقة هؤلاء يعني بيستحقون الإكبار والتحية. بعد ست سنوات هم بالتأكيد يقولون لأهلهم في سوريا نحن لن نتخلى عنكم طبعاً، ولن نتخلى عن بعض، يعني عضد واحد مش يعني جسد واحد يعني. وهذا بالتأكيد يعني يجعل الناس يشعرون أن هنالك من لم يتخلى عنهم، أن هنالك من لا يزال معهم. وبالتأكيد هنالك يعني هي أيضاً شكلت حالة تكاتف جميلة في المجتمع السوري. يعني نسمع كثيراً أشخاص نازحين من منطقة إلى منطقة بيسكنوا عند أهليهم، عند جيرانهم، البيت الصغير أصبح يتسع ليس فقط لعائلة بل لعائلات، هناك تكاتف حقيقي. لكن حجم هذه المبادرات أستاذ مطيع وإمكانية تفعيلها فعلاً في الداخل السوري، هل هناك ضغط على مثلاً مبادرة مساعدة تأتي من الخارج إلى الداخل؟ يعني أولاً هنالك حالة غالبة في سوريا في حالة النزوح من قرية إلى قرية أو من مدينة إلى قرية أو العكس، أنه الحالة العامة أن الناس لا يأخذون أجراً في على البيوت، الحالة الغالبة. وهذا شيء يعني رائع جداً بعد يعني كل محاولات قتل أو شرق أو شق النسيج الاجتماعي وتخريب البنية هذه التي هي بنية حضارية. أيضا الآن الناس إن صح التسمية مبادرات شعبية، مثلا هم يقومون بحملة إفطار صائم، هذه يقوم بها السوريون في دول الاغتراب، في دول اللجوء، يشكل أبناء البلد الواحد، أبناء المحافظة، أبناء الحي الواحد، يقومون بحملة إفطار صائم، وبالتأكيد هذا فيه الأجر والسنة وفيه التواصل. فيخصصون من الشيء القليل الذي عندهم ما يواسون به إخوتهم وأهلهم في سوريا، فهذه ترفع شيء من المعاناة عن الناس. أيضا
هم يعدون أنفسهم إلى حملة كسوة العيد أيضا من أجل هؤلاء الأطفال والذين يعني لا يجدون أبا أو كان يكسوهم. فالآن هؤلاء الإخوة يقومون بهذا الدور بحيث يفرح الأطفال في العيد طبعاً. العيد يعني بقي يعني 20 يوم أو يعني قريب من هذا فأيضا هم يستعدون لهذا. أيضا هم يجددون حملة كفالة الأيتام لأنه لا يزال كثير من الأيتام خارج الكفالة، فهم أيضا يستنفرون همم بعضهم وينافسون بعضهم البعض في سبيل حقيقة أن يقوموا بالتأكيد. هذا الأمر يعني بمقابل تقصير المجتمع الدولي، أنا لا أريد أن أستخدم كلمة أكثر مع أنهم يستحقون أكثر من هذا إزاء حالة إنسانية كهكذا، لكن عندما نجد الجانب الإيجابي أن هؤلاء السوريين لم يملوا ولم يتعبوا ولم يقولوا يعني نحن افتقرنا إلى متى هذه الحالة، على العكس هم في كل سنة يجددون هذه الهمة ويجددون عهد مع أهلهم في سوريا، يصلون الأرحام ويذكرون أهلهم في حيهم وجيرانهم، ومن استطاع بالفعل أن يكون لديه طاقة أن يوصل إلى حيز أكبر هو يشارك أيضا في هذه الحملات. هي بالتأكيد هذه الحملات تسد جزء من حاجة السوريين، لكن الرسالة الأعظم هي رسالة نفسية، هي رسالة يعني رسالة تكافل، رسالة إيمانية أكثر من يعني التكافل بين أفراد المجتمع السوري سواء اللي في غربة ولا اللي موجودين في الداخل السوري، هو يعني حالة رائعة جدا وحالة يعني تستحق كل الشكر والتقدير. إحنا أصلا يعني احنا يعني مرفهين ان احنا نشكرهم ونقدرهم، هم بقاهم اعلى بكتير يعني. لكن هل بقى في خطه معينه؟ يعني المبادرات الفرديه والشعبيه طبعا جهد ممتاز ومشكور، لكن في خطه عمليه للخروج من الازمه دي خاصه في شهر رمضان شهر الصيام؟ يعني بدا السوريون يفكرون بطريقه مختلفه عن الطريقه السابقه. الحقيقه في بدايه الثوره السوريه حتى الدول كانت تظن انها تنتهي في اشهر. السوريون كذلك ربما خدعوا بسبب تصريحات المجتمع الدولي، ظنوا أن المجتمع الدولي سيكون صادق وبالتالي سيقف مع المظلوم، سيقول للظالم يكفي، لكن الآن رأينا الدول الكبرى تشترك في يعني تدمير سوريا. فالسوريون انتبهوا كأفراد وكمؤسسات أنه لابد من وضع خطة لسنوات، وبالتأكيد حتى لو انتهت الأوضاع في سوريا الآن فالوضع الكارثي يحتاج إلى 10 سنوات على الأقل حتى نعيد بناء بنية أساسية يستطيع أن يتعلم الناس، أن يجدوا غذاء، أن يجدوا أماكن للعلاج. فالآن هنالك بالتأكيد مؤسسات مجتمع مدني تقوم على هذه الأشياء. أيضا هي في البداية كانت تقوم بشكل مستقل، الآن هنالك يعني أصبح توجه نحو أن تتكامل هذه الجهود، ألا مثلا ألا يكفل اليتيم مرتين ويتيم آخر لا يكفل، ألا يصل إلى مثلا بلد معينة مساعدات وبلد آخر لا يصل، يكون في تنظيم أكثر سيستمي أكثر يمكن لموضوع المساعدة. تمام، يعني هو هذا الأمر أنه أن اللي هو التنسيق موجود، التنسيق ده يعني بدأ عند كثير من المؤسسات هذا التنسيق. هنالك بالتأكيد مثلا أعمال مشتركة، مثلا لو تكلم الآن على المجلس الإسلامي السوري فيه فروع، رابط علماء السوريين، رابط علماء الشام. أبرز نشاطاتكم في الداخل السوري ما هي أستاذ مطيع؟ المجلس. نعم. بالتأكيد المسألة الأساسية هي الدعوية والتربوية. وهنالك دعاء منتشرون في يعني كل الأراضي السورية، لأن تخريب بنية الإنسان هو هدف لهذا النظام المجرم. نعم. ومن يقمع هذا النظام. الحفاظ على نفسية يمكن الأشخاص هو شيء مهم أيضاً لكمال المسيرة. نعم، يعني أستاذ مطيع يمكن في الختام أنا حابة لكل الأشخاص اللي عم بيشاهدونا وحابين أيضاً يكون لهم مساهمات في هذه في هذا الدعم لإخواننا في السوريين في الداخل، كيف ممكن فعلاً يشاركوا في هذا الدعم؟ كيف ممكن يصل إليهم مساعدات سواء كانت معنوية كانت مادية؟ أولاً يعني أنا أقول للسوريين أولاً لا تنسوا أهلكم في سوريا، لا تتركوهم، وإذا تركتوهم فإن الله سيتركهم. نحن في رمضان وهم يعني يريدون أن يقبل الله عز وجل صيامهم، كيف الله عز وجل يعني ما النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم، فكيف إذا كان أهله نعم وأرحامه وأهل يعني صحبته. أيضا الأمر لا يتعلق بالسوريين، هو يتعلق بكل الأمة، فالأمة كلها تجوع معا أو تشبع معا، لا يعني
ولا يصح. سيدنا عمر قال يوما في المجاعة، قال سيدنا عمر العاص قال له يا عمر أيجوع المسلمون وأنت فيهم؟ فقال له أبشر يا أمير المؤمنين بقافلة أولها عندي وآخرها عندك. هكذا يعني المسلمون كانوا في عهود يعني الرحمة، كانت مبادرات رائعة تمام ولا زالت الحمد لله. يعني فالآن إذا تكلمنا أنه الدول لا تقوم أغنياء المسلمين، يسير المسلمين، هؤلاء هم المستأمنون، وعلى أطفال سوريا وأبناء سوريا، أطفال الشام، أبناء الشام. يعني هذه الشام يذكر في تاريخها أنها لم يبنى فيها خيمة للاجئ، لجأ إخوتنا من العراق، إخوتنا من فلسطين، أهل سوريا ما بنوا خيمة للاجئ، فتحوا أبوابهم. سبحان الله، يعني عندما جاء يعني أتباع حزب الله من لبنان في 2006، أهل مضايا فتحوا لهم بيوتهم. الآن شوفوا نكران الجميل، هؤلاء أهل مضايا الذين فتحوا لهم الأبواب الآن تحاصر مضايا، تجوع مضايا من هؤلاء. حتى في لو أردنا أن نتكلم عن أدنى الأخلاق الإنسانية، إنه إنسان أكرمني وفتح لي بيته وأطعمني، ولم أبدا يعني هم عندهم من الكرم ما يبذلون كل شيء في سبيل أن يرضى الضيف، أن يرضى القادم، يقدمون له كل شيء. هكذا تربوا، هكذا نشأوا. الآن هؤلاء أصبحوا في حاجة، أصبحوا يعني يحتاجون طعامهم وشرابهم وكسوتهم. نعم، يعني أستاذ مطيع، نحن من قناة دار الإيمان دائما نفتح نافذة للأمل، نافذة لمشاركة الجميع، يعني سواء كان سوري عربي، هو الدم العربي المسلم اللي موجود في جميع، وفعلا يعني جميع يساهم، الجميع يفتح الباب. حابين كمان أستاذ مطيع تدينا كلمة أخيرة قبل ما نختم مع حضرتك اللقاء. يعني أنا أقول لأهلنا في سوريا، للأطفال، بالرغم والكل يعني بالرغم من كل محاولات تفقير هذا الشعب وتجهيل هذا الشعب وتفريق هذه الأمة، إلا أن كل هذه الأشياء لن تنجح، يقينا لن تنجح. الشام مرت بعهود صعبة جدا، ويعني كما يقول شوقي وعزه الشرقي أوله دمشق، فدمشق عمرها ألف السنين وأبنائها ينتمون إلى حضارة عظيمة. وهذه الصور التي تظهر في رمضان من التكافل هي وليدة هذا العمق التاريخي الإيماني الحضاري، فبالتأكيد هي ستكون هذه الروح أقوى من هذا القصف الذي يدمر حلب وإدلب، يريد أن يدمر البشر قبل الحجر. لكن ما دمنا نرى هكذا مبادرات وهكذا أبناء لهذا البلد حريصين وغيورين على أهلهم وأمتهم ودينهم، فإن شاء الله عز وجل ستكون كما يقول الناس شدة وبتزول إن شاء الله عز وجل، وستزول هذه الشدة إن شاء الله. عندنا في مصر مثل بيقول ده يكون عسل وتغسل ما لا لا يبقى أي أثر. نورتنا أستاذ مطيع البطين، يعني عضو مجلس الأمناء في المجلس السوري الإسلامي، أهلا وسهلا بحضرتك ونورتنا وشرفتنا، وعلى رأسنا من فوق أنت كل أهل سوري على هذه اللفتة الكريمة والرائعة. الله يسعد قلبك يا رب. شكرا لك. ومشاهدينا رح ننتقل وإياكم إلى نصيحتنا الطبية لليوم، وحديثنا اللي رح يقدم لنا إياه الدكتور أسامة الزعبي تحديدا عن صيام المرضع. نشاهد هذه النصائح. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا فيكم مرة ثانية. كثير بتجينا أسئلة عن المرضعات، يا ترى هل الأم المرضع بحق لها تصوم؟ هل بتقدر تصوم؟ يا ترى الصيام ممكن يأثر عليها أو ممكن يأثر على طفلها؟ بداية لازم نقول أنه اتفق العلماء على أنه الأم المرضع عندها الإذن والرخصة بالإفطار، لكن من الناحية الطبية قبل ما نجاوب على السؤال بدنا نسأل حالنا، هل الطفل لا يزال يعتمد على حليب الأم فقط أم أنه صار يأخذ تغذية إضافية؟ وعادة الأطفال بيكونوا صاروا بين 4 أشهر فما فوق أو 6 أشهر. ممكن قبل ما تباشر الأم بالصيام نعمل مجموعة من التحاليل، نتأكد هل عندها فقر دم، هل توجد أي أمراض، هل في عندها أي مشاكل صحية. بشكل عام الأمهات اللي مرضعة أول 3 شهور يفضل أنها ما تصوم حفاظا على صحة الطفل. أما الأطفال اللي صار عمرهم 4 أشهر فما فوق اللي دخلوا بالتغذية الإضافية، فممكن الأم تصوم وفق شروط معينة، وفق مثل ما حكينا تكون عاملة التحاليل وتأكدنا أنه ما عندها أي مشكلة. خلينا مثلا نعمل كجدول بسيط، أم مرضع طفل ابنها صار عمره 4 أشهر فما فوق، صار تدخله بالوجبات الإضافية سيريلاك الأرز، وجبات شوربة الخضار الفواكه، بدها تصوم.
هاي بنبلش معها. فرضا ابتدأنا من وجبة السحور، لازم نأكد عليها أن وجبة السحور هي وجبة أساسية، وما بيصير تصوم بدون ما تتناول وجبة السحور. وجبة السحور لازم تتناول فيها كمية جيدة من الخضروات، من الفواكه، من السوائل، لازم تشرب كأس لبن أو كأس حليب، لازم أثناء فترة السحور تأخذ شيء من المدرات الحليب كالحلبة أو الشمر. خلال النهار تحاول الأم أنه ترضع الطفل كل 3 إلى 4 ساعات، لأنه أكيد أغلب الأمهات بيعرفوا أنه إرضاع الطفل المتكرر هو أحد أسباب زيادة إفراز الحليب. تحاول الأم خلال فترة الصيام أنها ما تقوم بالمجهودات الكبيرة، وإذا في حال لاحظت حالها عندها إقياء، تعب، إرهاق، ميل للنوم، بإمكانها أنه تكسر الصيام وتفطر. في حال قدرنا نكمل الصيام لوقت الأذان المغرب، لازم نتناول كميات جيدة من السوائل، لازم ناخذ مثل ما حكينا الخضروات، فيتامينات. وجبة الإفطار لازم تكون غنية بكل العناصر الأساسية، بروتين، نشويات وخضروات. بالفترة ما بين الإفطار والسحور اليوم الثاني لازم تتناول ما لا يقل عن 6 إلى 8 أكواب من السوائل، ويفضل يكون تقريبا 50% من هالكمية عبارة عن لبن ولبن أو حليب. بإمكان الأم المرضع تتناول بعض المكملات أو الفيتامينات الغذائية، وهيك بتحافظ على صحتها، وبيكون الصيام لا أثر لا عليها هي ولا أثر على جنينها، حسب القاعدة المعروفة لا ضرر ولا ضرار. مشاهدينا الكرام، شكرا لمتابعتكم لنا، نتمنى لكم كل الفائدة بهالحلقات والمعلومات اللي عم نقدمها. رمضان كريم، وكل عام وانتم بخير. وموضوع دردشتنا اليوم مشاهدينا عن ذكريات رمضان، نرجع عجلة الزمن لبعيد كتير ونتذكر شو أكتر العادات اللي فعلا كنا نحبها برمضان بأيام الطفولة، شو العادات اللي نفسكم ترجع لرمضان هالأيام، يعني ومع تنوع الدول يا ياسمين وتنوع العادات والتقاليد، يمكن هناك كل دولة وكل عائلة يمكن أشخاص وطقوس، أمور وطقوس وعادات تميز رمضانهم، خصوصي رمضان زمان. يعني أنا بتذكر لما كان جدي يجلس ويتحدث عن رمضان بفلسطين، كيف كان الوضع، كيف كانت جمعتهم بالليل، جمعة الأهل، المسحراتي، الطقوس الرائعة. يعني كان يحكي هو جدا سعيد، يعني رحمة الله عليه يا رب. يعني حابين هيك نتشارك إحنا ومشاهدينا سواء عبر صفحتنا على قناة دار الإيمان على الفيسبوك أو عبر اتصالاتنا رح تظهر أسفل الشاشة، شاركونا بذكريات الطفولة في رمضان. يعني صفاء، في وصل وردتنا العديد من المشاركات يعني حول هذا الموضوع، أن أميرة الإسلام تقول أيام الطفولة كانت رائعة، خصوصا في رمضان كنا نحاول تقليد الكبار، وكنا دائما نقول إن صايمين ورغم أنه كنا مفطرين. وهناك عادات، طبعا هاي وهي صغيرة يعني، وهناك عادات وتقاليد لصيام اليوم الأول للطفل عندما يقام له فطور لذيذ ما يحب، وكل الجيران، طبعا كل جيران الحي كانوا بيعطوه من طعامهم وبيأكل كل ما بيشتهي كأنه عريس بيوم عرسه. عادة جدا لطيفة، يعني تكاتف جهود الجيران وأهل الحارة لتشجيع الأطفال على الصيام. أنا صراحة أول مرة على الكراب بسمع بهذه العادة، مش عارفين من وراء شيء رائع. كمان في هشام من الجزائر بيقول الله على أيام الطفولة، من العادات اللي أتمنى أنها ترجع هي أن العائلات الجزائرية في الجنوب كانت بتقوم بعمل ذبيحة أو خروف، يعني إذا ما صام أحد أفرادها الأول مرة، أنه السنة دي هو يعني كتب عليه الصيام السنة دي، لا السنة دي خلاص هو الوقت المحدد أو وقت البلوغ يعني. وكان الجيران وجميع عائلات والأسر وأسر القرية يقومون بعمل مائدة إفطار لكل من صام جديد، بيشجعوا الأطفال أنه يلا أنا السنة الجاية إن شاء الله حصوم ويتعمل لي المائدة دي على شرف صيامي. فعلا عادة رائعة جدا. فبيقول تقريبا كل يوم ببيت حيث يجتمع كل من يصوم لأول مرة حول مائدة واحدة، فكانت هناك قيمة لذلك واستشعار عظمة الشهر الكريم. جميل. نعم. ورد معنا اتصال يعني في هذا الموضوع، معنا محمد الشلبي. أستاذ محمد السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اهلا وسهلا استاذ محمد، بتكلمنا من فين؟ من الكويت يا فندم. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، نورت شاشه قناه دار الايمان.
وانتو يعني الدم المصري خلاص بيلقط الصوت خلاص على طول. يبدو حضرتك مغترب يعني تعيش في الكويت. خبرنا استاذ محمد. والله انا مغترب بقالي 34 سنه في الكويت. ما شاء الله، معناته انت اليوم رح تجمع لنا عن يعني ذكريات طفوله في رمضان ما بين مصر والكويت، فخبرنا شو اجمل الذكريات. لا انا طفولتي انا طفولتي في مصر مش في الكويت. ممتاز جدا، ممتاز. كلمنا عن طفوله حضرتك في مصر والاجواء اللي كنتوا بتعيشوها زمان في مصر، وايه العادات اللي ما بقتش موجوده زي يعني كانت موجوده زمان وما كانت ما بقتش موجوده دلوقتي، وايه الحاجات اكتر حاجه مأثره فيك؟ شوف حضرتك احنا اتفضل. الو. شوف حضرتك احنا يعني كان زمان رمضان بالنسبه لنا قبل ما يبدا رمضان باسبوع كان الشارع كله يجتمع عشان نبتدي نزين الشارع. جميل. شو كمان كان من العادات اللي كنتوا تعملوها؟ الكلام ده احنا كنا نعمل اعلام ونعمل نعمل كعبة في وسط الشارع، مسجد، ونعلقوه ونحطه فيه نور. واخد بال حضرتك؟ جميل. كل ده ما عادش موجود دلوقتي، ما عادش اشوفه بالشكل بتاع زمان. يعني ايه كمان من الاغاني اللي كنتوا بتغنوها في رمضان زمان، بتعيدوا جيرانكم، بتعيدوا اهاليكم؟ الاغاني بقى كنا نيجي بالليل كل العيال معانا الفوانيس. تمام. الفانوس اللي بشمعة بتاع زمان. انت عم تتذكر يا سيدي. الفانوس ايوه، فانوس بالشمعة مش باللمبة والبطارية، فانوس دي شمعة. ايوه. ونمشي كلنا بقى مجموعة جولات كده مع بعضينا، ونبتدي نخش مثلا ايه على المحلات، مثلا نخش على المحل من دول نبتدي نغني اغنية نقول ايه الدكان ده كله عمار وصاحبه ربنا يهديه ويطرح البركة فيه، الراجل الطيب خش عليه ابو قلب حنين. يعني انتوا بتستعطفوه عشان يديكم العادية. لطيف. دون العادة لبة وسعادة ولبة مصطفى طافة طافة طافة. يعني أستاذ محمد يعني ما شاء الله، يعني حضرتك كم سنة دلوقتي وربنا يديك الصحة والعافية ولسه فاكر الأغنية كأنك لسه كنت بتغنيها امبارح؟ أنا لفتني فرحته وبهجته وعم بتحدث عن ذكريات رمضان. نعم نعم يا أستاذ محمد، يعني سعيدين فيك باتصالك ومشاركتك فعلا لأجواء مصر في رمضان. يمكن كان بيزها بعض الأمور فعلا، يعني ذكر الأغنية اللي أيضا ابتسمت ياسمين وهي عم تسمعها، يبدو تذكرت أيضا ذكريات الطفولة. شكرا لك أستاذ محمد، واتصالاتنا مفتوحة عبر قناة دار الإيمان، الأرقام التي تظهر أسفل الشاشة، أيضا مشاركات على الفيسبوك وذكريات رمضان. همسة أمل تقول بتمنى ترجع أيام الطفولة برمضان، كنت أستنى المغرب أنا وإخواتي بنجتمع بندعي كتير بليل حتى يأتي الفطور، وكانت تيجي ماما وتصحينا ونشرب مي وإحنا نايمين. هذا عم تحكي عن وقت السحور. أنا يمكن أكثر شيء بتذكره وحابة يرجع لما كنا نشتري الشيء الزاكي ونخبي الكيس، يعني قبل 10 دقائق قبل 10 دقائق تقريبا. واضح أن أنتوا طفولتكم كانت هادية. أنا أكثر حاجة مميزة عندي في رمضان هو البومب. البومب ده كان عبارة عن حاجة تصنع يدويا، لما ترميها على الأرض تفرقع، تعمل صوت جامد. كنتوا تفرقعوها وقت الأذان؟ كنا بنفرقعها وقت الأذان وقبل الأذان بشوية عشان نقول إن المغرب جاي. جميل. طفولتي كانت شهادة أبدا صراحة. عندنا أيضا مشاركات من أحمد يقول هل علينا رمضان بعاداته وتقاليده القديمة والجديدة؟ رمضان زمان كان أحلى، كنا قبل الأذان بنلف على الجيران بصحون الأكل، وكان يجينا صحون أكل زمان، يعني كان الفرح يعم كل الحارات. على فكرة هذه العادة يعني أنا سمعتها من أكثر من حدا، تحديدا أهل الشام كانوا يتميزوا فيها، إنه كان كل عيلة بتحب تشارك جيرانها بالطبق. صحيح. اللي طابخته طبق. ويتبادلوا الأطباق، فهاي كانت يعني نوع أول شيء من التكافل، لأنك طالما عم بتعم بكل الحارة أو بكل المنطقة فممكن أنت ما بتحرج الشخص في حال إنه كان محتاج، وثانيا بكل نوع من المشاركة يعني. فكانت عادة فعلا لطيفة جدا تميزوا فيها أهل الشام. صحيح. خصوصا لما يكونوا في العمارة مثلا عمام أو قرائب، يعني نفس العمارة يتم في تداول، فأنت بتحس الصفرة عندك. صحيح. مش بصنف واحد، لا أصناف يعني. ما شاء الله، يعني التفاعل كمان يا صفاء دلوقتي ما شاء الله الناس كلها تفاعلت وبتبتدي ترجع تستذكر مرة تانية عاداتها الرمضانية زمان. معنا اتصال تاني من دكتور كمال عثمان من اسطنبول. أهلا بيك يا دكتور، تفضل. ألو. أيوة السلام عليكم. ألو. السلام عليكم دكتور، تفضل. عليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا أنتم. حضرتك عم تحكينا من اسطنبول؟
نعم. احنا حابين يعني مثل ما حضرتك يعني حابة تشاركنا في موضوع الددش، ذكريات رمضان، خبرنا ذكريات الطفولة معك برمضان كيف كانت، شو الشيء اللي كان يميزها؟ ان شاء الله طبعا. انا من مدينة دير الزور. نعم. نعم فيك. يوم الأيام كنا صايمين في رمضان والدنيا شوب كثير كثير فوق 50 درجة. نعم. فالحمد لله حضرنا صفة الأكل، خصوصا أجو حجاج أتراك ما بيعرفوا عربي. نعم. فأجوا علينا على البيت، الوالد الله يرحمه عزمهم على العشاء. فلما عزمهم شافوا إنه عم نصلي وندعي فلان، فصاروا الحمد لله بورصة إسلامية. بورصة إسلامية يعني هاي أتذكرها من أيام ما كان عمر 7 سنين. فنحن في رمضان الحمد لله نقوم على السحور وبعدين طب أستاذ خبرنا أكثر عادة يعني كان يتميزوا فيها أهل الزور في يعني في دير الزور بزمان، وحابين أنه فعلا يعني تسترجعوا هذه العادة. والله العادة يقوموا الصبح على السحور وبعدين يصلوا صلاة الصبح ويدعوا ويقرأوا القرآن وبعدين يناموا، ما في هيك يعني روتيني. كانت أجواء رمضانية هادئة يعني. نعم. كانت أجواء رمضانية تتسم بالهدوء. أجواء رمضانية حلوة. نعم صحيح. ربنا إن شاء الله يردكم بالسلامة لدير الزور. نورتنا يا أستاذ كمال، متشكرة لحضرتك. شكرا دكتور كمال، الله يحفظك. كمان عندنا مشاركة تانية. محمد إيت سود. محمد إيت دايما بيشارك معنا، هو نعم. صديق يعني برنامج رمضانكم. بيقول أذكر أن الجيران يتفقون على الدور في طبخ الغذاء، عندهم عادة حلوة قوي بقى اللي جاي ده، فيجتمع الأطفال عند أم فلان اليوم وغدا في بيت تاني وبعد غد في بيت تالت، فالأطفال دوشتهم تتجمع في بيت كل يوم في بيت. والله العادة دي ممتازة جدا فعلا، يا ريت نفعلها يعني عندنا. يعني بيت بيطبخ لأكثر من بيت وبيدوروا الموضوع. نعم بيطبخ يعني بتتجمع الأطفال كلها وبيطبخوا الفطار للبيت كله. طب أنا مشاركة وتكافل الأطفال في بيت ويطبخوا في بيت لا بكون أريح حلوة شوي. حلوة. على فكرة في كتير من العادات حتى عنا بالأردن وفلسطين كانوا بيعملوها، إنه بيجمعوا الأطفال في بيت وبيجتمعوا النساء في بيت محدد لحتى يطبخوا لجميع عائلات يعني، فكان الطبخ مشترك وبالتالي تكاليف أقل. وكانت يعني بتتوزع يعني عدا عن مسألة المشاركة الحلوة يعني لهذه العادة في رمضان، وكان يتوزع الأكل على العائلة. عندنا الصحن المنسي كان يعني بيكون الصحن المنسي ده يعني جارة تطلع هي واحد رمضان 30 رمضان الطبق ده ننسى ده بتاع مين من كتر ما لف على الجيران ولف على البيوت، مش فاكرين الطبق ده بتاع مين. فكرة حلوة الطبق المنسي. تمام. طيب معنا اتصال أم هشام من الكويت. السلام عليكم أم هشام. أم هشام معنا؟ يبدو انقطع الاتصال، لو تعاود الاتصال أم هشام. أيضا في مشاركات أخرى. مروة تقول كانت حلوة كتير، كنا أنا وإخواتي بنجتمع مع بعض نشتري أشياء زاكية ونخبيها للمغرب ونفتحهم بعد الفطور وبناكلهم سوا. هلأ كل واحد من إخوتي فاتحة بيت، ربي يوفقهم. فعلا العائلات عم تمتد وعم تتفرق، لكن بنتمنى أنه دائما شعورنا يكون متصل. بتعرفي هلأ أكثر شيء مؤذي يعني مع امتداد العائلات ومع يعني تنوع الأوضاع الاقتصادية وسفر الناس، هلأ ولله الحمد يعني بنجتمع على الواتساب والفيسبوك ماسنجر وبنبعت الاكلات وبنبعت المشاركات والطقوس اللي عم نعملها على السوشيال ميديا للاسف، وكثير من العائلات صارت عم تجتمع بهي الطريقه، يعني ما عادت الجمعات العائلات الكبيره مثل ما بيحكوا. رجع لنا اتصال ام هشام من الكويت. السلام عليكم ام هشام. هلا والله. السلام عليكم، نورتينا. نورتينا من الكويت ونورنا في استديو دار الايمان. يسعد مساكي يا أم هشام. يعني أم هشام أجواء الكويت أكيد فيها شيء مميز ويذكرك يمكن أو يستحضرك الآن ذكريات الطفولة في رمضان في الكويت. حثينا عنها، شو أكثر شيء كان يميزها ولا زال عالق في ذاكرتك؟ تفضلي يا أم هشام. إي والله أهل الكويت يعني مثل البلاد العربية بعد، يعني عندهم عاداتهم تقاليدهم يتميزون فيها. نعم. يحرصون دائما كان على احياء يعني ذكريات الاهل والاباء والاجداد، وعندهم يعني اكلات مميزه ما يقل منها اي سفره كويتيه. ترفعين لنا صوتك ام هشام شوي. والتشريب هذه اكلات مميزه يتميز. حابين ترفعي صوتك شويه ام هشام عشان الصوت شويه منخفض. حابين نعرف الاكلات اللي بتقدموها على السفره عندكم في رمضان. اه
إيه أكلاتنا أقول أقول لك يعني أهم ما يميز الفكرة الكويتية يعني أكلات ما تخلى منها أي فكرة كويتية. زي الريش والهريس والتصريف. لطيف. إيه هذه أكلات خفيفة حتى يعني كل بيت لازم على السفرة يكون موجود هذه الأكلات حتى يتبادل الجيران يتبادلونها أطباق. طيب أم هشام بما أني أنا كانت طفولتي أنا في الكويت فأنا فاكرة أنه كانوا جيراننا الكويتيين نطلع نعمل معاهم عادة اسمها عادة الجرجعان في 15 رمضان كلمينا عنها لأنها عادة مميزة لأهل الكويت. إيه الجرجعان هذا كان بوسط النظام يعني يقوم يبون الحلوى والشكليت والكاكاو وبيض الصعو يعني حلويات مشكلة ويدور الأطفال يلبسون الملابس الفلكلورية تزينها ويدورون على الجيران ويقولون يعني أنشودة خاصة فيهم. نعم قرقعان وقرقعان بيتك طير ورمضان عادت عليكم صيام كل سنة وكل عام. لطيف لطيف أم هشام يا الله خلى لهم نعم يا الله. كنا نسأل عن اسم أهل أهل البيت أو الابن وكنا بنعايده باسمه بنغنيله باسمه. لطيف. أنا فاكرة شكرا ليكي أم هشام نورتينا في برنامج رمضانكم. شكرا ليكي. يعني عادات اجتماعية جميلة جدا يمكن كثير من الناس فعلا لا تؤيد مسألة ربط رمضان بطقوس معينة وإحنا دائما منحب أنه كل إنسان يكون يعني يخلق جو روحاني داخله لكن مع ذلك هذه العادات والطقوس الاجتماعية الإيجابية كانت لطيفة لأنها كانت اجتماعية فيها نوع من المشاركة التكافل استذكار الآخر وهي واحدة من القيم اللي لابد أنها تزرع يعني في الأطفال والكبار في رمضان فأنا بشوف أنها عادات اجتماعية لطيفة جدا. فعلا نتمنى أنها تعود هذه الألفة اللي كانت موجودة سابقا في أجواء رمضان ويعني يمكن هاي كان موضوع دردشتنا لليوم ذكريات رمضان. حابين أيضا اليوم على مائدة الإفطار الكل يجتمع العائلة لما تجتمع الأب يجلس ويحدث أبنائه يستحضروا بعض الرموز اللي كانت فعلا موجودة بعض العادات اللي بنتمنى أنها ترجع تحيا من جديد يحاولوا كعائلة يستحضروها ويحيوها أيضا داخل بيوتهم وفي البيئة اللي هم فيها. يعني كانت هاي حلقتنا لكن نعم. حلقة لطيفة عندنا فقرة لطيفة جدا فقرة حلقة لطيفة جدا يعني احنا وصلنا لا احنا ختمنا الحلقة فعلا. دلوقتي مرت بسرعة يعني مرت بسرعة فانتظرونا دائما مشاهدينا بنفس الزمان ونفس المكان عبر شاشة دار الإيمان وفي أمان الله.